مباراة لباريس سان جيرمان و اونجي في الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الفرنسي لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الله لايك وشكرا لكم مسبقا ملعب المستضاف للمباراة ملعب ستاد ريموند كوب اونجي توقيت المباراة سوف يكون في الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساء بتوقيت قطر والسعودية والامارات اما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة قناة بي ان سبورت اثنين بتعليق جواد بادة تجدون ربط في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا دعم البلاك و وتفعيل و تفعيل كل تتعزز لكي توصل دائما بمواعيد و تفاصيل المباريات القوية والمقبلة المقبلة و في موعد قادم